النهارده مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم على الصوره اللي نشرتها بنت الفنان المصري ايمان البحر درويش وهو مريض. الحقيقه صوره مؤذيه للنفس جدا، صوره متعبه ومزعجه ومحزنه لاي حد تابع ايمان البحر درويش في يوم من الايام وانا منهم، لاي حد سمع لايمان البحر درويش في يوم وانا منهم، لاي حد ارتبط باغاني ايمان البحر درويش في يوم من الايام وانا منهم ايضا. وبالتالي هي صوره مزعجه جدا على المستوى الشخصي، على المستوى المهني، على المستوى الشعبي في مصر، انك تشوف واحد زي ايمان البحر درويش حفيد سيد درويش انه يبقى بالشكل اللي هنشوفه ده، دي حاجة صعبة. صورة مؤلمة، صورة تخلي أي حد عنده ذرة نخوة أو ضمير أو بقايا من بقايا إنسانية يحس بالألم والقهر. الراجل ده اللي وصله بعد ما قال رأيه انه يبقى في الحالة دي هو الناس اللي بتحكم، لان ما تقنعنيش ابدا ان الراجل انتقد النظام وانتقد الرئيس ففجأة بيختفي عن الانظار وبعدين بيظهر زي ما بنته نشرت الصورة. أصعب شيء في الدنيا الظلم، التجبر، شعور الإنسان بالعجز قدام سلطة ونظام كل يوم بيزيد جبروتهم وافتراهم وظلمهم لخلق الله.